للحديث أكثر حول الأوضاع في القطاع المحتل وفي سائر الأراضي المحتلة من القدس تنضم إلي رتيبة نتشة، هي عضو هيئة العمل الوطني الأهلي في القدس. أهلا بك سيدة رتيبة وكل تحياتي. يعني بتنا نتحدث بشكل يومي عن الجانب الإنساني، لكن مع استمرار المجازر لا يمكن أن نهمل الحياة الإنسانية. بيت لاهيا آخر هذه المجازر وغيره كذلك، سواء في شمال القطاع أو في مناطق أخرى. ما يعني يجب أن أسألك أولا، يعني ما هي أوضاع الفلسطينيين؟ وكلنا أعلم بها، لكن معك تفاصيل طبعا، تحياتي إليك. يعني يمكن أن تتخيل حياة 400,000 شخص محاصرين في منطقة جغرافية محدودة جدا، لم يدخل لهم أي نوع من الطعام أو الشراب أو المياه الصالحة للشرب منذ 22 يوم، مع استمرار القصف والأحزمة النارية برا وجوا وأيضا بحرا باستهداف مباشر لهم باستخدام كل الوسائل التفجيرية وجيش مدجج بالسلاح أمام المدنيين. لا يمكن وصف حالة الناس، سواء أنهم يبحثون عن رمق ماء أو يعني قطرة مياه صالحة للشرب لشربها. عدد آبار المياه الموجودة في شمال قطاع غزة محدود جدا، لا يتجاوز 8 آبار، وحتى إمكانية الوصول لهذه الآبار واستخراج المياه فيها منها مع غياب الكهرباء ويعني التشغيل حتى يعني ماتورات أو مضخات للمياه أصبح صعب جدا. أصلا التنقل داخل المناطق صعب جدا وهي محاصرة وفي ظل إطلاق النار الشديد وفي ظل تراكم يعني الجثث والناس تحت الركام وحتى عجز طواقم الدفاع المدني عن إخراجهم. حالة فقدان كبيرة جدا تمتد إلى ما بعد شمال قطاع غزة، بمعنى حتى من لديهم أقارب هنا في الضفة الغربية يعني يعانون الكثير، ولدي أصدقاء حتى دخلوا يعني للمشافي نتيجة أزمات قلبية نتيجة هول ما يحدث لأهاليهم. لا يمكن أن نشعر أو نصف ما يحدث الآن في شمال قطاع غزة من محاولة قتل جماعية ل400,000 محتجز لدى إسرائيل وتحت النيران الإسرائيلية. الصور القليلة التي تخرج من شمال قطاع غزة بعد استهداف الصحفيين بشكل واسع جدا يعني تقشعر لها الأبدان. هنالك استهداف لكل من يحاول تقديم المساعدات الإنسانية من طواقم دولية أو إغاثية للناس، وكأنه حرم عليهم حتى أن يحصلوا على حقهم الطبيعي في أي مساعدة إنسانية أو أي خدمات إنسانية من مؤسسات دولية أو حتى من متطوعين محليين. لا يمكن وصف مجزرة أكبر من هذه المجزرة أو ظروف إنسانية بهذه يعني الحلكة. حتى ما وصف بأنه يعني الهولوكوست أو المحرقة النازية لم تصل في شدتها وفي تفننها في قتل الناس وتعذيبهم إلى الحد الذي نراه منذ 22 يوم متواصل في شمال قطاع غزة، وآخرها طبعا مجزرة اليوم لاستهداف بيت فيه 300 مواطن أعزل، قتل منهم أكثر من 110 مواطنين وما زال العشرات تحت الركام لا يعرف مصيرهم بعد. يعني لا أستطيع أن أصف الوضع بالمأساوي لأنه تخطى ذلك، وتكرر وصفنا لهذا بالمأساة الإنسانية التي يسكت عنها المجتمع الدولي بأسره. لذلك لا أريد أن أكون مكررا حتى وإن كنت أتحدث عن أفعال مكررة، لكن الحياة الإنسانية التي تفقد كل يوم هي ليست حياة مكررة، هي حياة يعني 110 أو 120 اليوم الذين سقطوا شهداء هم غير من سقط من قبل، وبالتالي هم يعني المأساة تتجدد كل يوم، لكن بالنسبة لنا الأخبار يعني وكأنها هي هي. فسؤالي يعني أريد أن أكون موضوعيا، كيف يمكن إدخال بعض المساعدات، الحد الأدنى على الأقل اللازم للأهالي، سواء المساعدات الغذائية والمعونات وأيضا المساعدات الطبية وهي مهمة للغاية؟ يعني هنالك جهود طبعا تبذل من الدول الصديقة والعربية الشقيقة في محاولة الضغط على إسرائيل لإدخال حتى لو جزء يسير جدا من هذه المساعدات بالأخص إلى شمال
قطاع غزة، ولكن نحن نعلم أن كل المداخل إلى قطاع غزة بما بالأخص في شمال قطاع غزة هي مسيطر عليها سيطرة كاملة من الجانب الإسرائيلي. حتى الشاحنات التي تحاول مثلا أن تصل برا عن طريق الأردن يتم اعتراضها من قبل المستوطنين حتى قبل أن تصل إلى المعابر الإسرائيلية مع حدود شمال قطاع غزة من قبل المستوطنين، يتم إتلاف الكثير من هذه الشاحنات أو إيقافها أو تعطيلها. وبالتالي حتى هذه الجهود يعني قليلة جدا، يعني يمكن بالأمس كان الحديث عن جهود أردنية لإدخال 3 شاحنات، نحن بحاجة إلى 800 شاحنة من المساعدات يوميا لسد احتياجات المواطنين في قطاع غزة بعد تصنيف وضعهم بأنهم وصلوا إلى ما بعد المرحلة الخامسة من المجاعة. وبالتالي يعني حتى ما يتم التنسيق له بصعوبة سواء كان من الدول العربية الشقيقة من مصر من الأردن من كافة الدول الأخرى لا يمكن وصولها دون السماح الإسرائيلي لها، وما زالت إسرائيل متعنتة جدا في السماح للوصول السلس لهذه المساعدات، وعلى عكس ما كان يتوقع المجتمع. يعني بعد أن تحدث بلينكن عن يعني ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية، لقينا أن هنالك أصبح يعني تعنت إضافي إسرائيلي في إدخال هذه المساعدات، بعد أن توقعنا أن تكون يعني جهود أوستن وبلينكن ضاغطة على إسرائيل، ما حدث هو العكس تماما، هم ربما هو يتشددون الارتكان، الآن في إدخال حتى القليل الذي كان نعم يدخل. ربما الأمر هو الارتكان إلى فكرة أنه الانتخابات الأمريكية تبقى عليها يعني أقل من 10 أيام، وبالتالي يمكننا أن نفعل ما نريد. يعني ليس هناك ضاغط وضابط حاكم الآن في الإدارة الأمريكية يستطيع أن يفرض شيئا على الإسرائيليين ونتنياهو، وبالتالي يفعلون ما يشاءون. لكن كيف يتسق ما نريده مع فكرة أنه تذهب دولة الاحتلال لأن تمنع وتحظر وكالة غوث وتشغيل لاجئين وكل أنشطتها في الأراضي المحتلة؟ يعني كان هذا هو الحد الأقل من الأدنى، لا يصل إلى الحد الأدنى ما يمكن أن تقدمه الوكالة الأممية في النهاية. نعم يعني كيف تصل إسرائيل لمثل هذا الحد من العجرفة ومن البلطجة أو ما شئنا من أوصاف؟ يعني يعني طبعا اولا هذا قرار الكنيست هو معارض للقانون الدولي وفيه تعدي على الامم المتحده اولا قبل التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن اذا نظرنا الى الموضوع من ناحيه الفكر الصهيوني ومن ناحيه الايديولوجيه الصهيونيه، هي تعتبر وجود المخيمات الفلسطينيه ومؤسسه الاونروا كتثبيت لدعم او حق اللاجئين الفلسطينيين هو عدم اعتراف فلسطيني ضمني بنتائج حرب ال 48 والنكبه الفلسطينيه وعدم اعترافهم بوجود دوله اسرائيل كامر واقع، وبالتالي وجود ازمه اللاجئين او وجود المخيمات الفلسطينيه ووجود مؤسسه الاونروا كشاهد اممي وحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجسد هذه القضية بالنسبة لإسرائيل هو مسألة تهديد وجود لدولة إسرائيل ومعناه عدم اعتراف ضمني بدولة إسرائيل باعتبار أن هؤلاء اللاجئين لديهم حق العودة، وحق العودة حسب الأمم المتحدة معناه حق العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها في 48، يعني إلى الأراضي الإسرائيلية. ونحن نعلم أن قطاع غزة 75% منه هو مخيمات فلسطينية ولاجئين فلسطينيين لجأوا في 48، بالأخص عندما أتحدث عن معسكر جباليا، ومعسكر جباليا ومشروع بيت لاهيا هم بالأخص معسكر جباليا هو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في داخل قطاع غزة، وبالتالي ما يحدث الآن من تفكيك لمخيم جباليا وتهجير لسكانه هو بغرض تفكيك فكرة اللجوء الفلسطينية وتفكيك المخيمات الفلسطينية التي تمثل رمزية هذا اللجوء، بالنسبة لهم تشتيت هؤلاء من خارج المخيم إلى بقاع مختلفة سواء كانت في القطاع أو إلى خارج قطاع غزة، هي بالنسبة لهم يعني تمهيد إلى محاولة إنهاء قضية جوهرية بالنسبة لهم وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة الفلسطيني وحسمه بالنيران. اليوم سموتريتش كان في مؤتمر في القدس وتحدث بشكل مباشر بأننا يعني لدينا خيارات محدودة كفلسطينيين، أو القبول بسلطة إسرائيلية كاملة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن يقبل بذلك يمكن أن يستمتع بميزات الدولة المتقدمة الإسرائيلية، أو أن يهاجر إلى خارج
دولة إسرائيل والأراضي طبعا الفلسطينية، فلسطين التاريخية، لممارسة حلمه في المواطنة في مكان آخر، أو أن يكون مواجها في آلة القتل العسكرية الإسرائيلية في مواجهة الجيش وجيش المستوطنين الإسرائيليين. بمعنى هو هذه ليست المرة الأولى والمناسبة الأولى التي يتحدث فيها سموتريتش عن هذه الخيارات، ولكن هو أعاد وكررها اليوم في القدس في احتفالية في القدس مرة أخرى، تأكيدا على أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة من تهجير ممنهج وقتل ممنهج للفلسطينيين هو بغرض إعادة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وفرض هذه المعادلة على الفلسطينيين بالقوة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيدة رتيبة النتش، عضو تحالف العمل الأهلي والتنموي بالقدس، كل التحية إليك.